كشفت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج عن السبب الذي يجعل المرأة تشعر بالبرودة في يديها أكثر من الرجل. وأظهرت الدراسة أن المرأة تميل للشعور بالبرودة أكثر من الرجل، ويعود ذلك إلى أن حجم الأنسجة العضلية لدى الرجل أكبر، وهي المسؤولة إلى حد كبير عن توليد الحرارة التي تمنحنا الشعور بالدفء.